السلام عليكم واهلا بكم في حلقة جديدة من قناة خبراء اللغة الإنجليزية. النهاردة ان شاء الله هيكون معادنا مع درس جديد من دروس الصوتيات. هنتكلم عن صوتين مختلفين للحرف A في اللغة الإنجليزية. هنتكلم النهاردة عن الشورت A واللونج A. بداية قبل ما نبتدي لازم نعرف ان الحروف في اللغة الإنجليزية قد يكون ليها اكتر من صوت، ودي قاعدة عامة. الناس اللي مبتدئين في اللغة الإنجليزية لما يجي يقرأ أي حرف من حروف اللغة الإنجليزية لازم يحط في دماغه إن الحرف ده ممكن يكون ليه أكتر من صوت. عندنا مثلا بالنسبة لحرف الـ A في حوالي 5 أصوات، تمام؟ بالنسبة لحرف الـ I في صوتين، بالنسبة لحرف الـ O في صوتين، بالنسبة لحرف الـ U في صوتين، تمام؟ وهكذا. معظم حروف اللغة الإنجليزية تحتوي على صوت بديل أو أكتر من صوت بديل للصوت الأساسي اللي إحنا بنسمعه، تمام؟ ومثال على ذلك النهاردة هناخد صوتين من أصوات حرف الـ A في اللغة الإنجليزية. الصوت الأول هو the short A. the short A اللي هو الـ A القصيرة، هي صوت بتبدأ به الكلمة أو بتكون الكلمة بتحتوي على A في النص، سواء A في البداية أو A في النص، تمام؟ وبيكون الصوت كالتالي. الصوت هنسمعه مع بعض A A A، تمام؟ طيب، شرط علشان أحصل على صوت الشورت A أو اللي اسمه A إن يكون مفيش حروف متحركة أخرى في الكلمة. يعني ببساطة جدا تكون الكلمة بتحتوي على حرف A بس ومفيش أي حرف متحرك تاني، إذا فيش E مفيش I مفيش O مفيش U. طيب واحد يسألني، طيب ليه لازم تحتوي الكلمة على صوت A بس بدون دخول حروف متحركة أخرى؟ قال علشان دخول حروف متحركة أخرى ممكن يغير في طول المد بتاع الحرف الـ A، تمام؟ وممكن يحوله من A قصيرة لـ A طويلة زي ما هنشوف مع بعض. يبقى عشان نطلع الكلمات دي في اللغة الإنجليزية هم على فكرة كتير جدا، الـ short A، تمام؟ وعلشان كده لازم تتأكد ان الكلمة ما فيهاش حروف متحركة أخرى، تمام؟ الجدول التالي مثال على الـ short A والـ long A. تعالوا نشوف مع بعض الـ short A، ننطقهم مع بعض: fat، mat، cap، man، ran، pan، can، hat، tab، mad، jack. بالنسبة للمعاني: fat سمين، mat مرتبة، كاب طاقية، تعرفين طاقية أو الكاب، مان رجل، ران يعني الماضي من run يجري جرى، ران، بان اللي هي الطاسة اللي احنا بنقلي فيها، كان يستطيع، هات طاقية، تاب الحنفية أو الصنبور، ماد معناها مجنون، جاك ده اسم واحد. ننتقل بعد كده الى صوت اللونج A او الA الطويل. بدخول حرف متحرك اخر في الكلمة غير الA يصبح صوت الA طويل او بنقول عليها لونج A، ويكون نطقها كالتالي: A A A. مثال: فيت، ميت، كيب، مين، رين، بين، كين، هيت، تيب، ميد، جيك. طبعا هنلاحظ دخول حرف الاي او حرف الاي في كلمات فيت، ميت، كيب، خلاص، وكين، هيت، تيب، ميد، جيك.
هنلاحظ ان حرف الاي دايما في النهاية، وسبب ان انا طولت صوت الاي دخول حرف الاي في النهاية. في الكلمات main, rain, pain، في الثلاث كلمات دول هنلاحظ ان بعد حرف الاي دخل حرف الاي، وده السبب اللي خلى صوت الاي طويل في الكلمات دي. بالنسبة للمعاني، فيت قدر، ميت زميل او صديق مقرب، كيب دي معناها عباية، مين رئيسي او اساسي، رين مطر، بين الم، كين اللي هو قصب السكر، هيت يكره، تيب شريط لاصق، ميد صنع، جيك ده اسم شخص. تمام، دلوقتي هننطق الشورت A واللونج A مع بعض. تمام، خليك معايا و repeat after me، كرر ورايا علشان تعرف الفرق ما بين الصوتين كويس. فات، فيت، مات، ميت، كاب، كيب، مان، مين، ران، رين، بان، بين، كان، كين، هات، هيت، تاب، تيب، ماد، ميد، جاك، جيك. ده كان كل حاجة معانا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو وشير للفيديو على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة. نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر من فيديوهات خبراء اللغة الانجليزية. كان معاكم مستر احمد حلمي، نشوفكم ان شاء الله في فيديو مستقبلي، والسلام عليكم.